هي قضية الصحراء الغربية وقضية فلسطين. نحن اليوم سعينا لنجمع وفدي الطلبة من دولتين ليجتمعوا ليتناقشوا لنناقش معهم لنحفزهم لنقدم لهم رؤيتنا، سواء الرؤية التاريخية لطلبتنا الذين أسسوا منظمتهم العربية الإسلامية في 1956 والذين كانوا ذخرا وكانوا وقودا وكانوا قوة لثورتنا التحريرية. قعت بما أن الطالب الصحراوي والطالب الصحراوي بدأ هنا توجه مباشرة للميدان الحقيقي اللي هو ميدان الشرف، كما نقول احنا نقول ميدان العزة، ميدان الشرف اللي هو ميدان القتال، أخذ سلاحه. تسير في اتجاه معين، هذا موقف محترم نقدره نجله، يبعث في نفوسنا كشعب فلسطيني وكأمة الأمل بأن هناك ما زال هناك أناس يؤمنون بالثورة وبالمبادئ وبأحقية الشعوب بتحقيق مصيرها، خاصة أن الشعب الجزائري عاش هذه التجربة.